بيشرفنا دلوقتي ناقد الرياضي محمد الديك. تعالوا نروح لمحمد بقى ونعرف اخبار الصحافه الرياضيه بعد المباراه. ايه بقى ديك تحيه كابتن ايمن والكباتن الموجودين في الاستوديو. الصحافه كابتن زي ما حضرتك اتكلمتوا بتتكلم ان النادي الاهلي كان النهارده صاحب الافضليه وفقد نقطتين لكن يحتفظ بالصداره. دي يمكن اهميه الماتش النهارده ان هو حافظ على صداره المجموعه فرق 4 نقاط. الحاجه الثانيه يا كابتن نتائج الدوري الابطال في المجموعه الثانيه تحديدا كل الفرق الابطال اللي توجوا قبل كده البطوله تعادلوا او خسروا. الا النادي الاهلي تحديدا كان ليه الحظ ان هو يكسب النهارده ورغم ان كان يعني بالنسبه له النقطه. الناس اتكلمت كمان في الصحافه الغنيه والصحافه التنزانيه والموقع الاتحاد الافريقي نفسه ان النادي الاهلي او يانج افريكانز تحديدا خطف نقطه من النادي الاهلي. النادي الاهلي كان صاحب الافضليه النهارده في خاصه في الشوط الثاني وتقدم. وحتى الموقع الاتحاد الافريقي يا كابتن قال ان النهارده المباراه كانت دراماتيكيه. فوز حقق الهدف النادي الاهلي جه في الدقيقه 87 والهدف التعادل للاسف جه في الدقيقه 91. ودي كانت من النقاط اللي الاتحاد الافريقي يركز عليها. فكره ان الوقت اللي كانت الاهلي بيحتفل بالفوز نقول مثلا غفوه او مثلا هفوه من خط الدفاع جول جه لكن يحسب للنادي الاهلي زي ما قال الكابتن اسامه النهارده انك انت بتحافظ على الصداره عندك رده فعل كويسه روح معنويه تبني بيها للفتره اللي جايه ان شاء الله بإذن كمان يا كابتن. الصحافه الجزائريه زي ما قلت لحضرتك طالما في الاهلي بيلعب عندك اهتمام غاني واهتمام صحافه الجزائر. صحافه الجزائر قالت ان النادي الاهلي النهارده خطف الصداره بعد نتيجه ميدياما وشباب الوزداد اول امبارح. كمان قالوا ان الماتش اللي جاي بتاع الاهلي وشباب الوزداد هيبقى صعب على فريق شباب الوزداد ان هو جاي النادي الاهلي على ملعبه. الحاجه الثانيه يا كابتن برضه الصحافه جنوب افريقيا اشادت ببيرسي تاو وقالت ان بيرسي تاو رغم ان هو سجل لكن الحظ ما كانش مع النادي الاهلي. ده كان يعني التعبير الدقيق في الصحافه. بيرسي تاو سجل ولكن تعادل الاهلي. برضه من الحاجات يا كابتن ان الناس ركزت عليها فكره النهارده عوده عمرو السوليه زي ما قال كابتن اسامه بعد 163 يوم. برضه تحسب لميرسل كولر ان هو دفع بيه بعد كان الاداء بتاع الاهلي اتحسن شويه فكان هو محتاج حد يكون حالته وسط ملعب كويسه جنب قفشه بحيث ان هو يدي مساحه لاليو ديانج ان هو يتحرك وكان ظهر في الماتش. الحاجه الثانيه يا كابتن الارقام اللي حققها النادي الاهلي النهارده في المباراه. النادي الاهلي يعتبر الفريق الوحيد او بجانب الـ زي ما نقول كده الحصان الاسود البطوله جواتينج جلاكسي البتسواني حققوا الفرقتين الوحيدين لحد دلوقتي اللي حققوا 4 نقاط تعادل وفوز. ممكن يحصلهم بترو اتليكو بس ظروفه صعبه شويه ان هو بيلعب مع ليج من الساحلي في تونس بالظبط. فهو لغايه يعني هو بيلعبوا دلوقتي حاليا بترو اتليكو كسب الماتش اللي فات فلو تعادل او كسب ممكن يتساوى مع الاهلي او يعديهم بالظبط كده يا كابتن. صحيح. الحاجه الثانيه يا كابتن النادي الاهلي برغم الناس كلها بتتكلم على اداء النادي الاهلي الا انه حقق افضل اداء ليه السنه دي في دور المجموعات مقارنه بالسنه اللي فاتت. مزبوط. السنه اللي فاتت كان عندك خساره وتعادل صح يعني عندك نقطه واحده من الماتشين. انت النهارده بتحافظ على صداره المجموعه بتاعتك وبتبدا وتدي رساله للمنافسين بتوعك انك انت بالنسبه لك في تركيز شويه وده يمكن يدينا برضو فكره ان مارسيل كولر بدا يستوعب طريقه لعب اداء الفرق في افريقيا. كمان الحاجه الثانيه يا كابتن ان ده الماتش الثالث لمارسيل كولر وده الفرقه التنزانيه ما خسرش ولا ماتش وده الماتش الثاني ليه على التوالي في تنزانيا ويتعادل كان الماتش اللي فات مع سيمبا تنزانيا والماتش ده مع تنزانيا مع يانج 2-2 في الدوري الافريقي. يعني ان شاء الله النتائج تتحسن في الفتره اللي جايه. برضه يا كابتن من الحاجات الثانيه برضه الناس مش واخده بالها ان النادي الاهلي لحد الان صاحب اقوى خط هجوم في البطوله مع شباب الوزداد. يمكن شباب الوزداد خسر امبارح 2-1 جاب جول وكان كسبان 3-0 في 4-4 في 4 اهداف في 4 اهداف. الحاجه الثانيه برضه يا كابتن النادي الاهلي يصل لمباراه رقم 12 مع مارسيل كولر بسلسله لا هزيمه في دوري الابطال. اخر هزيمه للنادي الاهلي مارس 2023. برضه يا كابتن من الحاجات المميزه اللي هتكلمنا فيها ان بيرسي تاو سجل هدف التعادل وده كان الهدف الاول ليه السنه دي مع الاهلي في دوري الابطال ورقم 5 ليه في جميع المسابقات. برضه من الحاجات الكويسه ان بيرسي تاو يعود للتهديف رغم ان كان في ناس اتكلمت على ان بيرسي تاو مش عارف عامل مشاكل وعامل قلق في الفرقه فدي برضه من الحاجات المميزه في الفريق. الحاجات الثانيه برضه يا كابتن ان النادي الاهلي تعادل 1-1 مع مارسيل كولر 8 مرات في دوري ابطال افريقيا من لا 8 مرات من 17 تعادل في جميع المسابقات. اخر حاجه يا كابتن النادي الاهلي لاول مره يستقبل هدف ما كناش نتمنى ان هو يستقبل هدف. النادي الاهلي اول هدف ليه بعد 4 ماتشات
في دوري ابطال افريقيا وتحديدا بعد 360 دقيقه. برضه من الحاجات الارقام المميزه فكره ان النادي الاهلي الناس بتتكلم على خط الدفاع، في روتيشن وكل حاجه، بس النادي الاهلي محافظ على قوه خط دفاعه. ده كل كابتن كل كل عندنا، بالتوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا جزيلا يا ديك، شكرا جزيلا.